تيار الوفاء الإسلامي أرسلوها لنا مكتوبة لتعذر وصول أحد أن يلقيها بدلا عنهم، فلذلك سنضطر أن نقرأها بالنيابة عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحياء عند ربهم، هذه الآية ما أعظمها من آية، وما أبلغها من كلمات، وما أصدقها من حقيقة، وما أثرها على القلب والروح والجسد وعلى كل الوجدان، بل الوجود كله. كان معنا قبل ثلاثة سنوات وبين أهليهم مائة ونيف من الشهداء. لو كانوا معنا الآن لم يعرف مصير هذه الثورة واستمراريتها، فبشهادتهم كتب لهذا الشعب حياة جديدة، وكتب لهذا الشعب قضية حية وفاعلة، وولد الإصرار والصبر، وأصبحت المسؤولية ضخمة وخطيرة لكي لا يتم التسويف بهذه الدماء الطاهرة لشهدائنا الأبرار. بل كانت شهادتهم موت أم حياة؟ فهل كانت شهادتهم موت أم حياة؟ وهل كانت شهادتهم عامل ثبات وسبب لضرورة التغيير أم مدعاة للتراجع؟ إن الجواب على ذلك تجده في كل منطقة وفيه من مناطق وبلدات وطننا الحبيب، حيث لم ينقطع الحراك الميداني الثوري في أي منها طوال ثلاث سنوات من عمر الثورة المباركة، ببركات دماء شهدائنا الذين كتبوا الحياة علينا وعلى ثورتنا، وأفاضوا علينا من حياتهم الأبدية العامرة. إننا في هذا اليوم نجتمع مع أهل التضحية وعائلات البذل والوفاء، عائلات شهدائنا الأبرار، لندشن الكتيب الخاص الذي يعني بحياة شهدائنا، ليكون ذكرهم خالدا بيننا. نروي سيرتهم العطرة ومواقفهم المشرفة بالصورة والكتاب والصوت والفن والأدب وكل المجالات المتاحة، وهذا بلا شك إن نجحنا فيه فسندرك الثمار والبركات الخفية والظاهر لشهدائنا الأعزاء. تبركا بهذه الأنفاس المضحية العطرة، فإنا نذكر أبناء شعبنا العزيز بضرورة صون الوحدة وصون حقوق الأخوة، وأن نوجه سهامنا للعدو وحده، ولنعلم أن العصابة الخليفية لا تعد الشعب إلا غرورا ومكرا وخداعا، وأن الدسائس الإعلامية حول الحوار وأخبار الإفراجات الأمنية لن تنفع في كبح الشعب من الغضب والثورة في ذكرى ثورة 14 من فبراير. علينا التحلي بالصبر واليقظة قبال خداع الخليفيين، ولا بد أن نعد لصراع مرير حتى تحقيق النصر وجلاء العصابة الخليفية عن الحكم. نوصي أنفسنا وأنفسكم يا أبناء شعبنا وجماهيرنا، ونحن نتجه إلى إحياء ذكرى ثورة 14 من فبراير بالثبات على نهج شهدائنا ومطالبهم، والتراص واحتضان رجال الله المطاردين، وتقديم يد العون لعائلات الأسرى والجرحى، فهؤلاء هم عنوان الانتصار وابتسامة الفجر القادم. اللهم ارحم شهداءنا، وفك أسرانا، وشافي جرحانا، وآمن مطاردينا، وانصرنا على أعدائك وأعدائنا، إنك على كل شيء قدير. تيار الوفاء الإسلامي، عضو التحالف من أجل الجمهورية، 7 فبراير 2014.